زي ما كانت بتقدم وبتقول الأستاذة أماني ودكتورة فاطمة حوالين إنها رواية ممتعة، فنبدأ بإنها بالتأكيد رواية ممتعة. تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ضخمة او كبيره ماشي يعني، ولكنها روايه ممتعه. انا احب اقول ان انا قريتها في 3 ايام، قررت ان انا اقراها، انا جايباها من زمان بس انا بحب التاريخ. ولما قريت اول حاجه قريتها ليكي المماليك، ثم طبعا القطر. ما اعرفش لاني بحب التاريخ، انا حاسه ان في يعني هتكلم حاجه تانية خالص. في خيوط شدتني في الرواية، حاسة انها بدأت من الاول للآخر. هذه الخيوط خيط تاريخي من الفراعنة وحتى الان، وده واضح جدا ويمكن اتضح في كل مرة بنذهب الى الساحرة عند الهرم. يعني كل ابطال الرواية وصلوا الى الساحرة عند الهرم، حتى الحلم اللي كان موجود كان فيه جزء انا رأيي هو ابو الهول، يعني او يعني مصر بالذات وتتميز من حضارتها انها يعني موجوده في كل في وجدان، في تاريخ، في حضاره كل الشعوب. يعني كان في شعوب زي حضارات الصين القديمه وعندنا الحضاره المصريه، ولكن انا رايي ان بقيه الحضارات اخذت واستوعبت من مصر. الخيط ده بالنسبة لي كان مهم جدا، خيط الفرعوني والرجوع له باستمرار، وإصرار هذه الساحرة اللي هي من وجهة نظري مش وجهة نظر، هي اليتيمة أيضا، هي اليتيمة التي أحبها سعيد. يعني عندنا يتيمة أحبها سعيد، هذه الساحرة كان يلجؤون كلهم ليها، وهي ما كانتش بتدي السر، كانت بتقول هم دول القبط. يعني كانت دايما مع السلامة، هو لحد كده، هم دول القدماء المصريين، عليكم بقى انكم تفهموا ما وراء هذا الكلام. ما كانتش دايما تجاوب بشكل حقيقي. الحاجة التانية الحقيقة، مش عارفة، يمكن انا عشان الواحد في السياسة، اختيار احمد ابن طولون، انا ما اعتقدش وانت بتكتبي كنت قصدة ذلك. احمد ابن طولون في الجزء الثاني البارع كما قال الدكتور محمد، يتضح ان احمد ابن طولون هذا الانسان اللي مستبد، اللي يحب انه يستقل. وهنا هنسميها زي ما حضرتك قلت، اللي هي كان الخروج عن الحاكم. ده خيط موجود واحمد ابن طولون كان بيمثله، ودايما هذا الحاكم، اي حاكم، حتى الحاكم بامر الله او اي حاكم، كان دائما للمصريين يجدون فيه جزء نبيل جدا، وجزء من الكرم، وجزء من كذا، والعادات اللي تستوعبهم، والتقاليد اللي يقولها لهم، والاوامر اللي يقولها لهم، ولكن يجدوا ايضا جزء اخر، وهو الجزء الخاص بالاستبداد، بفرض الضرائب، نسميها بقى فرض الخراط، نسميها بعد كده في محمد علي الملتزم برضو، اللي كان بيروح ياخد الضرائب، والضرائب دي تبقى جزء للموجودين وجزء يروح للوالي. ده انا رايي انه خيط مستمر. هذا الخيط على فكره مستمر مع مصر. من يبني مصر دائما او يكون عادلا او يكون بيهتم بشعبها، في نفس الوقت على الجانب الثاني بيبرر انه لا بد من الاستبداد، ولا بد من يعني علشان اننا الامن يستتب. يعني عشان الامن يستتب يبقى لابد الجانبين دول موجودين. كانوا موجودين في احمد بن طولون، كانوا موجودين في عصور كل من بنى مصر بعد ذلك. العنصر الاخر برضو والخيط، يعني الفساد اللي حوالين اي والي، سواء كان هذا الوالي الخليفه، سواء كان اللي موجودين يعني للولاء اللي بتوزع عليهم الاقطاعيات، يعني وده كان موجود برضو بعد محمد علي، سواء اي نظام بعد ذلك، وكيف كان هناك الحاشيه او الموالاه الفاسده المفسده. يعني ده برضو كان
موجود، وده جزء من عذاب أو معاناة الشعوب الشعب المصري اللي ظهر هنا طوال الفترة. وإزاي هذا الشعب استحمل، يعني إزاي أيضا كان يستحمل واستحمله في الفترة الأخيرة اللي هي إزاي عبد الرحمن لما حاولوا يعني الخليفة اللي هناك ضد يعني عايز ينهي على مرحلة ابن طولون، فازاي هذا الخليفة بيجيب الجيوش والجيوش بتيجي وتبدأ الصراعات، ثم السنين العجاف والناس ازاي بتتحمل، لكن يعني حتى في الحوار هيتحملوا الى متى، وبالذات البند ورواتب البند. ويمكن من هنا برضو انا رأيي ان دائما ابدا البند بيبقوا دايما خوفا منهم، لان هم المدربين وهم اللي ممكن يستقلوا وهم اللي ممكن يصوروا على الخليفة وهم اللي ممكن يخونوا ايضا او يصوروا على نفس قائدهم. كان ارضائهم اولا في الحوار بين المرتبات، يعني كان في الحوار مرتبات البند كانت اهم بكثير من ايه يعني ان احنا ناكل الشعب. فالحقيقه كان هناك براعه في يعني السلطه عبر هذا التاريخ، ازاي بتبقى موجوده، ازاي استخدامها للاستبداد، للسجون، للتعذيب، الجيوش ايضا الجيش. اني من دخل قلب مصر زي احمد بن طولون او زي بعد كده بنعتبر محمد علي، يعني الشعب جابه والثوره بعد الثورات اللي قامت جبناه ويعني ونشيد بيه، هو كان فعلا بيعمل لنهضه مصر او بيبني مصر. ان المصريين ازاي فعلا ناس جمال جدا يعشقون من يعمل لصالحهم، يعني فازاي اني ده كان موجود في احمد بن طولون. انا رايي كان موجود في العصور اللي بعد ذلك، نعشق هؤلاء وقد نغفر لهم يعني ونبرر لهم يعني ان احنا بنعاني بسبب سياسات معينه. الحاجه الثانيه طبعا اسلوب روايه زي ما تقال روايه تاريخيه في قالب درامي، ده شيء جميل جدا، لان ممكن التاريخ كتاريخ يغلب عند يعني كتاب التوثيق، والتاريخ كتاريخ وباسلوب سردي او اسلوب جاف، وده ممكن وتاخد فيها خلفيات تاريخيه. لكن الحقيقه البراعه هنا ان انت كان التاريخ في القالب الدرامي فقريناه بشكل جميل جدا وبشكل سلس وبشكل ان احنا مش عايزين نسيب الروايه. وزي ما قال دكتور محمد كنا بنلهث بإيقاع سريع، وانت كان عندك هذا الإيقاع احيانا زي السبع ايام لما قال عليهم استاذ اسامه، بنلهث يا ترى هي اتجوزت الخليفه ولا ما اتجوزتوش. لكن في من وجهه نظري برضو ديالوجات عندك طويله جدا، وكانت دي في الجزء الثالث اللي هو الجزء بتاع العهد. الديالوجات مش هقول الديالوجات اللي بين الستات وبعضها، لان دي كانت مبرره يعني، وكان كل مره على موقف من المواقف. لكن الديالوجات اللي كانت بين عبد الرحمن وبين عائشه، اللي دايما يعني عائشه الاميره اللي جايه ومش عايزه تقول، وبين عبد الرحمن ايضا يعني هذا الرجل اللي هو كان واجب ان قاطع طريق زي القبيله يعني، ولكن بعد ذلك تحول الى فارس. الاثنين اثروا في بعض، عائشه وعبد الرحمن. يعني ده كانت طويله جدا، يعني كانت طويله بينهم وتكاد تكون بتدي نفس المعنى بالرغم من اسلوبك مختلف وجميل وانا اعشقه في الكتابه، لكن كانت بتدي نفس المعنى وطالت كثيرا. العهد بالنسبه لي في الثالثه كان لم يكن العهد بين عائشه فقط وعبد الرحمن، ولكن كان هذا العهد انت كان فيه العهد اللي بين سعيد واحمد بن طولون، في العهد اللي بين عائشه وبين عبد الرحمن، والعهد اللي بينها وبين ابوها والحفاظ على عرشه. كان عديد من العهود اللي موجوده، وبالتالي يعني العهد ده كان جميل جدا جدا. وانت قلتي فيه ان اللي بيحافظ على العهد كان معظم الحفاظ على العهد كان من فعلا النساء، وهي كانت ليها دور كبير لرئيس هذه القبيله اللي هو ابو عبد الرحمن
انها تقول له العهد، يعني هي اللي بدات ان ما ننقضش العهد. واحنا عارفين ان عند العرب ايضا كلمه العهد، يعني دي قبيله عربيه وجاءت الى مصر، فازاي العهد هنا كان يعني شيء مقدس، وازاي ايضا العهد عند المصريين كان شيء مقدس. احنا بنشكرك على هذه الروايه.